مرحبا، اسمي أحمد الأحدب، معروف باسم دكتور أنتف. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد بالجيتار. بهيدا الدرس رح نحكي عن العزف بالصبية والعزف بالريشة، شو الفرق بين الاثنين، ليش اللي بيعزف بصبية وبيقدر يعزف كل الألحان اللي بتنعزف بريشة وبدون ريشة، وليش اللي بيعزف بريشة ما بيقدر يعزف كل الألحان اللي بتنعزف بالإيد. وأول شيء رح نبلش نحكي عن الريشة. الريشة هي مثل كأنه إصبع واحد، يعني أنا لما بعزف بصبية عم بستعمل 5 صبية، لما بعزف بالريشة كأنه صار عندي إصبع واحد بس. عادة الريشة بتستعمل باستعمالات يا أما بنسميهم السولو اللي هو لعب اللحن السريع، أو الكوردز الأكورات، وهلا بنعمل أمثلة على 2 سوا. خليني نشوف أول شيء الريشة باستعمال بسيط. الريشة بتمشي بشكل عام بالتكنيك تبع السولو هلا عم نحكي، وتر وتر، يعني مثلا بدي ضغط على هيدا، أكيد فيني كفي على كذا وتر، طبعا قد ما بسرع قد ما بصير السولو أسرع وأحلى، بس الفكرة أنه نحن عم نضرب وتر وتر بوقت واحد. في مشهور جدا التكنيك هيدا اللي بيعمله بسريع، فإذا هيدا أول استعمال لقلة اللي هو وتر، بيكون سولو إذا حدا عم يعمل لحن. أوكي، الاستعمال الثاني للريشة إذا كان عم نعمل كوردز، يعني أكورات. الكورد هو لما بدي أضرب مجموعة الأوتار كلياتها، بهالحالة رح أعمل مجموعة من الكوردز من الغنية المعروفة هاتل كاليفورنيا. يلي منلاحظه انه حركة الايد عم تكون طلعة نزلة طلعة نزلة، مش اكتر من هيك، يعني ما في عنا تكنيكات اكتر. ممكن طريقة الطلعة والنزلة بتختلف، بس بالنهاية هي طلعة نزلة. فبشكل عام استعمالات الريشة هن يا اما كورد يا اما شوية سولو. هلا رح نشوف الصبيع ونعمل مقارنة بين الصبيع والريشة. لما بستعمل صبيعي صار في عندي مباشرة مجموعة ريش فيني استعملهم، يعني مثل ما كنا عم نعمل ألحان قبل شوي، رح جرب أعملهم هني زيتهم. فإذا أول ملاحظة منلاحظ أنه أنا قادر أعمل الشيء اللي عملته بالريشة بصبيعي، ولكن في شغلة كمان مهمة لازم نشوفها، الصوت بالصبيع بيطلع أحلى. يعني حجرب اعمل هلا نفس اللحن مره بالريشه مره بالصبيع. حنبلش بالريشه، ملاحظ انه الصبيع بيطلع الصوت ناعم اكثر او حنون اكثر. دائما الصبيع بيعطوا اصوات احلى من الريشه، الريشه ببين كانه الصوت اصطناعي شوي. لحديت هون ما مبين في فرق، مبين فيها نعمل 2 سوا عادي. خلينا نشوف كيف الايد بتتفوق على الريشة بتكنيكات اكتر. على سبيل المثال تعالوا نتخيل بدي اعزف هيدا الوتر اللي هو الاول مع الوتر الثالث مع الوتر السادس بنفس اللحظة، يعني هيك. كيف ممكن اعمل هيك شيء بالريشة؟ بكل بساطة مستحيل، لان الريشة يا حتكون هون يا حتكون هون يا حتكون هون، ما فيها تكون على 3 أوتار اللي هن بعاد عن بعضهم بنفس الوقت. كان ممكن الريشة تضرب 3 أوتار فوق بعضهم، يعني مثلا هول 3 لأنه جايين فوق بعضهم، بس طالما أنه هن بعاد مثل بهيدي الوضعية ولا يمكن تقدر تعملها بالريشة. فإذا هون بلشت الصبيع تتفوق على الريشة. طيب بتقلي في ألحان على هالنسق؟ في كتير ألحان نعمل البعض منها، مثلا حنعمل شوي ب التكنيك تبع ماليجينيا. ماليجينيا هي لعب بين البيز والثلاثة ترابل اللي تحت اللي بيجوا مع بعضهم بهيدي الطريقة، والبيز اللي من فوق اللي هو اللحن المشهور هيك.
حتى بتلاحظوا انه بيكون في شوية تحليات بنسميهم، بيصير بيعمل يعني بيضرب بيز والثلاث اوتار مش مع بعضهم ورا بعضهم بسرعة، بيصير هيك. ما فينا نعمل شيء سريع هيك بالريشة، مستحيل. خلينا نرجي استعمالات الصبيع بطريقة أقوى تنشوف ليش الصبيع أقوى. على سبيل المثال في كمان بالملاجينيا وطبعا موجودين بعدة دقات، هو التكنيك اللي هلا حنشوفه مشهور جدا والمين ثيم تبع الملاجينيا، اللي هو لما بتكون عم تاخد ضربات من فوق وضربة من تحت ثابتة، يعني البيز من فوق، الوتر من تحت، فوق تحت فوق تحت، يعني إذا عملتهم بسرعة بيكونوا هيك. يمكن تقلي اوكي انا قادر اعمل هيك هالشيء بالريشة، انا فيني يكون سريع اخذ ضربة فوق ضربة تحت ضربة فوق ضربة تحت. اوكي هيدا اذا كنا عم نلعبها بس بهيدا البطء، بس انا ممكن سرع واستعمل اصبعين من تحت، يعني بتصير ضربة من فوق اثنين من تحت، ضربة من فوق اثنين من تحت، ضربة من فوق اثنين من تحت بشكل سريع. بتقلي انت سريع قادر تعمل هالشي بالريشة، بقلك اوكي نحن بنعملها كمان بثلاث صابيع، يعني بتصير ضربة فوق واحد اثنين ثلاثة، ضربة من فوق واحد اثنين ثلاثة، ضربة فوق واحد اثنين ثلاثة، يعني بتصير هيك. طبعا مستحيل تلحق، واذا كنت بتلحق بقلك هسه في اكتر، في التكنيك تبع الفلامينكو اللي هو اربعة، يلي بتصير ضربة من فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة، ضربة من فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة، ضربة من فوق واحد اثنين ثلاثة اربعة، اللي بصير بيطلع شيء على هيدا النسق. بكل بساطة مستحيل، ما بنقدر نعمل هيدا الشيء بالريشة. أكثر من هيك، في العديد من التكنيكات بالفلامينكو بالكلاسيك يلي بتستعمل الكوردات مع حركة صابيع مع تخبيط على الخشب. على سبيل المثال أنا ممكن أعمل أشي على هالنسق، هذا الشيء ما بينعمل بالريشة لأنه في عندك حركات مع تخبيط بنفس الوقت. او مثلا اذا كنا عم ناخذ تكنيك البولارياس، سو هذا الشيء ما بينعمل بالريشه، تكنيكات ادفانسد جدا. او مثلا لما بنبلش بنعمل الرش السريع الحلو تبع الفلامينكو اللي هو مثل هيك، هذا الشيء ما فيك تعمله بالريشة قد ما كانت ايدك سريعة بالريشة. نحن عم نستعمل العديد من الصابيع، او لما بنعمله بطريقة تانية هالاشياء مستحيل تنعمل. او لما بيكون في عندي لعب على الكوردز مع تخبيط، رح اعمل اول شيء شوي على مهلي اللي هو هيك، نعمله بسرعة، على البطيء، فإذا أشياء أدفانس كتير مستحيل تنعمل بالريشة، إجباري بدك صبيع تحرك بعدة طرق تخبط العديد من الأشياء. هذا غير ما نحكي إسا كمان على تكنيكات أدفانس مثل السابوة اللي هي موجودة بالفلامينكو اللي هي على هذا النسق، اللي هو استعمال إصبع الإبهام يلي بيحاول يلعب عدة أوتار بإصبع واحد اللي هو الإبهام مثل هيك. هي الدقة المطلع تبع الدقة الشهيرة لباكو دي لوسيا اللي هي أونتري دوس أغواس. إذا بدي أشوفها شوي على مهلي عم بلعب كله بس بالإبهام، ما عندي غير إصبع واحد عم يلعب. فإذا مثل ما شفنا
التكنيكات اللي فيك تعملهم بالريشة فيك تلعبهم كلياتهم بإيدك بصبيعك، ولكن الأشياء اللي بتنعمل بالصبيع ما بتنعمل بالريشة. بالنهاية الاختيار لإلك، إذا كان الستايل اللي بدك تلعبه هو فلامينكو مثلي أنا بلعبه أو كلاسيك مضطر بدك تستعمل صبيعك، بدك ما فيك تلعب بالريشة. وإذا كان الستايل اللي بدك تلعبه هو مثل الأغاني الأمريكان أو الروك والبوب وأشياء على هالنسب، أكيد فيك تستعمل الريشة. فالاختيار توتالي لإلك. أنا بفضل طبعا الصبيع مثل ما شفتوا، في عزف أحلى وتكنيك أحلى. بالنهاية لإلك choice.